كل التحية ليك كابتن محمد أبو العلا، كل التحية لجميع مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الزمالك في كل مكان من داخل فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبالتأكيد رصد كواليس بعثة نادي الزمالك واستعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته الهامة أمام نادي ساجرادا إسبرانزا الأنجولي غدا الأربعاء إن شاء الله في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالتأكيد يا كابتن محمد، يمكن كواليس اليوم الثاني اليوم طبعا وكواليس غدا ان شاء الله، يمكن بدا اليوم النهارده بوجبه الافطار للاعبي نادي الزمالك، واللي كان ميعادها الساعه 10 صباحا كانت اختياريه للاعبين، ولكن كانت وجبه الغداء الساعه 2 قبل العصر وكانت اجباري. يمكن كان طبعا الطعام المستخدم للاعبين بالتشاور دكتور محمد أسامة بالتشاور مع الشيف شريف طبعا ل طبعا ان هم يظبطوا النسبه اللي كل لعيبه يتناولها في وجبه الغداء. يمكن بعد ما اللاعبين تناولوا وجبه الغداء كده استعدوا للتحرك الى ملعب التدريب الخاص بنادي الزمالك واللي عمل عليه التدريبه الختاميه اليوم. اتحركنا من فندق الإقامة الساعة 4 مساء، كان بيننا وبين ملعب التدريب حوالي نص ساعة، وصلنا الساعة 4:30 واللعيبة استعدت كده وبدأوا التمرين الساعة 5 مساء. يمكن التمرينة كانت في بدايتها يا كابتن محمد تمرينة ترفيهية كده ل ان اللعيبه تطلع من الضغط اللي طبعا بالتاكيد والتركيز الكبير اللي مركزينه لمباراه غدا. بعدها كانت تمرين تكتيكيه وتمرين تخصصيه كده لحراس المرمى وايضا المدافعين والمهاجمين، والتمرينه انتهت الساعه 6:30 مساء. يمكن بعد التمرين ما انتهى كده يا كابتن، او قبل التمرين ما ينتهي بحوالي ربع ساعه، كان في زياره من معالي السفيره نيفين الحسيني سفير جمهورية مصر العربية بهنا في أنجولا هنا بالعاصمة لواندا. يمكن زارت بعثة الفريق واطمأنت على حالة اللاعبين واطمأنت على إن كل شيء تمام يا كابتن محمد. بعد كده يمكن الفريق خلص تمرينته ورجع لفندق الإقامة وبيستعد دلوقتي لتناول وجبة العشاء. يمكن يوم بكرة إن شاء الله اللعيبة هتتحرك من فندق الإقامة إن شاء الله يا كابتن محمد الساعة 2 عصرا أو الثانية قبل العصر بتوقيت أنجولا هنا والثالثة بتوقيت مصر، هيكونوا في الملعب إن شاء الله حوالي يعني بيننا وبين ملعب اللقاء ملعب 11 نوفمبر اللي هيستضيف اللقاء حوالي 35 دقيقة. يمكن بإذن الله استعدادا للمباراة الهامة أمام نادي ساجرادا إسبرانزا. بالتأكيد يمكن يا كابتن محمد عايز أطمنك على حالة اللاعبين خاصة طبعا كابتن زيزو وكابتن عمر جابر واللي كانوا يمكن بيعانوا من إصابة كده بعد مباراة المصري، ولكن حالة اللاعبين والحالة الطبية للاعبين ظهرت في مران أمس ومران اليوم اللي هي حالة جيدة جدا واللاعبين على أتم استعداد، ودي تحت طبعا وجهة نظر أو بعد وجهة نظر المدير الفني الكابتن معتمد جمال اللي إن شاء الله بإذن الله هيكونوا بنسبة كبيرة يشاركوا في لقاء الغد يا كابتن محمد. عايز أقول لك أيضا إن يمكن في إن شاء الله بإذن الله في زيارة للسفيرة نيفين الحسيني غدا أيضا لمباراة الزمالك وساجرادا، وهيكون في 100 دعوة موفرتها السفارة المصرية هنا للجالية المصرية اللي حابب يحضر اللقاء ويكون مساند في اللقاء. أيضا الاستاد اللي هيتلعب على اللقاء بيتسع ل 50,000 متفرج. طبعا هو مش ملعب نادي ساجرادا، هو ملعب نادي بيترو أتلتيكو ونادي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي وأيضا المنتخب الأنجولي والأرضية من النجيل الطبيعي، وإن شاء الله كل الظروف مهيئة بإذن الله للعودة بنتيجة طيبة.